ايه ده؟ 81؟ ده انا عايز 80. اللي واخد عقلك يا عم ادم، ماشي يا هانا. ايه يا استاذ؟ بس استهدى بالله، بس استهدى بالله. في ايه؟ في بيقول ايه ده؟ في ايه ده؟ جوزك ده؟ لا مش جوزي. معلش استهدى بالله، استهدى مش جوزي. ويت ويت يا خواجه، ويت ويت. اهدى بس يا عم خواجه، ترينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك عشاني مش جوزي. طب ده بيتي. ليت مي جست توك تو يو. بتعملي ايه هنا؟ طيب انا مهندسه نيل ديكور، عملت له ديكورات في البيت وكنت جايب فلوسي. يو اوت، يو ستاي. حيات امك. يو وانا ستيل ماي وومن. You want to steal my woman? Hey! بقول لك يا ابو شو، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا وبيقول لي الحاجه طلعت قله. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار بصراحه. اه وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انت شايفه جرم ازاي. بس انت متاكد ان الخواجه قال لك قله؟ ايوه يا عم قال لي قله. ايه ده؟ ده الباب مفتوح. الزهر بتمطر بيتزا كمان. اه صحيح. خواجه ريتشارد، خواجه. ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك. الحق.
ازرق. يلا بينا بسرعه يا شوقي، الحكومه جايه يا شوقي. بس اثبت. بقول لك ايه، الخواجه ده كان معكمهم. معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقول لك الحكومه جايه، يلا بينا يا شوقي. الله يخليك. وطي صوتك، دي فرصتنا وجت لغايه عندنا. بقول لك ايه، الموقف ده عايز رجوله، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعه. يلا يا شوقي استر هارب. مين الشاب ده؟ ومين اللي ضربه بالرصاص؟ ودخلك انت ايه في الحكاية دي يا نانسي؟ ده بيت ادم امين عبد الحي؟ ايوه. خير يا بيه؟ ادم فين؟ في شغله لسه ما جاش لحد دلوقتي. لما يجي يدوله خبر انه جينا الاسم. ليك فلا شر؟ اما يجينا هيعرف. حاضر، اما يجي هبلغه ان شاء الله. استرها يا رب، استرها يا رب. خير يما؟ هم عايزين ايه من ادم؟ علمي علمك يا بنتي، اخوك من الصبح عمال اتصل بيه ما بردش عليا، انا خايفه اكون جرى له حاجه. شر بره وبعيد يما، تلاقيه بس بيلف بالفيسبا ومستمع التليفون. يا بنتي بتصل بيه من الصبح ما بيردش عليا، ده حتى كان موعدني عشان يجي بدري عشان نقرا فتحته على هنا، واديني لابسه ومستنياه. ما تقلقيش يما، زمانه جاي. ما قلقش ازاي بس يا ابني، والهم اللي جه سال عليه ده اكيد في مصيبه وادم ليه دخل بيها. يا رب استرها يا رب. يا ابني رد في عرضك، رد يا ادم، طمن قلبي يا ابني. يا رب يا رب ما بيردش برضه، استرها يا رب، والنبي تسترها يا رب. شكلك احسن النهارده. انا فين؟ عندنا في البيت. انت مين؟ انا اسمي نانسي. هو انت ال... انا. هو الراجل مات؟ لا احنا ما نعرفش، ممكن يكون اتصاب بس. ده طلع بجد بقى. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، الحركة مش كويسة عشانك. معلش. الحمد لله على سلامتك يا ابني. دول مامتي وبابايا. يا ابني انا اشكرك على المعروف اللي عملته مع بنتي.
لا شكرا على واجب حاج. مقدس المقدس جورج لواء طبيب متقاعد. ده طقم نظيف يا حبيبي جبته لك عشان تلبسه بعد الفطار عشان تقدر تروح القسم وانت نظيف. اسم؟ ما هو انتوا لازم تروحوا تعملوا محضر عشان تثبتوا ان كنتوا بتدافعوا عن نفسكم. ما تخافش، بابا عنده محامي شاطر قوي وهو اضرب مصلحتنا. بس لو احنا رحنا كده واحنا لسه مش فاهمين حاجة اكيد مش هتعدي بالسهل يعني. الكلام ده لو كنت عامل عاملة، انما انت بطل، مثل للشاب الشهم الجدع اللي كلنا لازم نشكره ونكرمه. ما تخافش، احنا هنفوت على المحامي بتاعنا واحنا رايحين في سكتنا. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، انت الحركة غلط عشانك. انا هوصلك بعد مشوار القسم لحد البيت. ده على اساس ان انا هروح معاكوا بعد القسم. طيب ممكن تفطر عشان تاخد الدواء؟ مش عايز اكل. لا لا لا، انت لازم تاكل لانك نزفت دم كتير. طيب اقول لك، اتفضل يا سيدي، انا هاكل معاك عشان يبقى عيش وملح. ولا انت بقى ما بتاكلش عند مسيحيين؟ طب ده انا ما كبرنيش كده غير المحشي بتاع ام مينا، جارتنا بتطبخ حلو قوي. هو انت اسمك ايه؟ ادم. تمام يا فندم، اتفضل سيادتك. طب روح انت. تمام يا فندم. يا باشا، احنا بعتنا مفرغ كل الاسماء اللي على تليفونه وبعتنا كمان للشهود، اول ما نوصل لحاجه هنبلغ سعادتك. تمام سعادتك. اكدت مصادرنا مقتل مواطن امريكي في شقته على يد مجهولين، وقد ابدت السفاره الامريكيه استياءها من الواقعه وطلبت السلطات المصريه بسرعه البحث والقبض على الجناة. ده كده الحكاية وسعت قوي. وقد أفادت الأدلة الأولية بأن المشتبه به شاب يعمل في توصيل الطلبات بمحل للوجبات السريعة، ومن الواضح أن القتل كان بدافع السرقة، ويتضح ذلك من العبث الواضح بالأدراك في جميع أنحاء الشقة وجاري البحث للقبض على الجاني. الراجل مات. انا كنت حاسس. اهدى اهدى يا ادم. اهدى ايه؟ انا بقيت قاتل. انت كنت بتدافع عنها وعن نفسك. حضرتك انا غلبان ومش هصدقوني. انا هشهد معاك، انت ما عملتش حاجه، انت كنت بتدافع عني. ما حدش هيصدقك، ده امريكاني. ما تخافش يا حبيبي، البلد فيها قانون. ما قلقش. ايه قانون ايه؟ طمن يا ابني، احنا معاك. انت شاب شهم وشجاع، ولو وصلت ان انا اقول ان انا اللي قتلت هقول كده. انا لا يمكن اتخلى عنك. متقلقش واطمن، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله، يا رب استر يا رب. امي اتصلت بيا يجي 100 مره وما ردتش، اكيد قلقان عليا جدا. انت بتعمل ايه في الموبايل بتاعك؟ ليه؟ ليه؟
ممكن يعرفوا مكانك عن طريق القمر الصناعي. اقول لك يبقى انزل في اقرب تليفون عمومي كلمها مني، ده اسلم حد. الو، ايوه يا ام، وحشتيني. انت فين يا ادم؟ ما تقلقيش، انا الحمد لله كويس. انا بكلمك عشان اطمنك عليا. هو انت عملت حاجه يا ابني؟ ولا حاجه يا ام، ولا حاجه. كل الحكايه كان في خناقه في المحل وحب ياخدوا شهادتي فيها. وهترجع البيت الليله دي ان شاء الله؟ حسب الظروف يا ام. اهم حاجه دلوقتي تدعيلي، ادعيلي ربنا ينجيني، وانا ان شاء الله هكلمك تاني. بس اوعي تقولي لحد ان انا كلمتك. ادعيلي يا ام، ادعيلي. ادم، لا اله الا الله يا حبيبي. محمد رسول الله. سلام يا حبيبي، سلام. المكالمة دي قلقتني عليه اكتر. المهم ياما انه عايش وبخير والحمد لله، مش زي ما احنا كنا فاكرين. الحمد لله يا رب، بس انا قلبي مش مطمن عليه. يا رب يا رب جيب العواقب سليمة. قادر يا كريم يا رب. قولي لي يا ناسي، انت ايه اللي وداك عنده ليلة الجريمة؟ مفيش، انا مهندس. ناسي ممكن تقلع النضارة لو سمحتي؟ ها قولي لي بقى، ايه اللي وداك عنده ليلة الجريمة؟ انا مهندسه ديكور، وكنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا عن شغل عملته له لفيلته الجديده. رحت له الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30 8. وقعدت عنده قد ايه؟ مش كتير، تقريبا ربع ساعه. اخدت فلوسي ووراني شويه اكسسوارز للفيلا الجديده ومشيت على طول. طيب ما لفتش نظرك حاجه غريبه؟ لا. يعني وانت خارجه من الباب ما لمحتيش فيسبا توصيل طلبات للمنازل واقفه قدام الباب؟ لا ما خدتش بالي، ما ركزتش يعني. ما ركزتيش يعني. ماشي يا انسه. مش انسه برضو ولا انا مش واخد بالي؟ شكلك زعلان عليه قوي، واضح انه كان غالي عليكي. هو مين ده؟ ريتشارد. طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفتره قصيره ومات هتزعل عليه، وخصوصا لو كانت قتل. ماشي ماشي يا نانسي. اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم مالهمش اي لازمة. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد اتنين مالهمش تالت، ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. ادم عبد الحي كده كده معنا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات ادم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها، وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمه جدا. ايوه، بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقه مدممه مستقره في الباب من فصيله غير فصيله المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخد طلقه وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه باشا، بس في تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحه المستعمله في الجريمه ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيره بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟ عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقه وما معهوش حته سلاح صغير
يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجه. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التامين اهو. هو ادم عبد الحي واضح ان الواد ده محترف. اه هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام، وبعدين الواد مش لوحده، اكيد مع عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه جاوا مقتنيات وعنده اسلحه ببيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. اه ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. اهي دي بقى معلومة مهمة جدا. تفتكر يا شامبي سرقوا الهارد ديسك ليه؟ أكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الإدانة. شفت لكم مفيش غيره، هو آدم عبد الحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد إذنك يعني. مش شرط عشان بصماته موجودة في البيت يبقى هو. الله. طب ما نانسي ليها بصمه على اكره الباب، والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت، ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المجني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه بيدخلوا الاوردر بالفيس لغايه اوضه النوم؟ جايز جايز يا سيف بيه، بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. صدقني يا باشا انا ما اعرفوش. انت هتستعبط يا روح امك، مش ادم ده ابن اختك؟ ايوه ايوه يا باشا ابن اختي. انا خايف فعلا. هلا باشا، بس بعيد قوي. احنا بصراحه عائله مفككه ووسخه اخر 36 حاجه. احنا عايشين مع بعض في البيت زي ما يكون عايشين في بنسيون معفن قذر. مفيش اي حد له علاقه بالتاني، ولا نعرف مشاكل بعض، ولا بنصبح على بعض. وادم ده بالذات انا معرفوش يا باشا، ادم معرفوش. بس لدرجه ان انا كنت مقطع اختي بسبب الجواز، انها جوزت ابوه. بس النصيب الوسخ بقى عكتنا في الجوازه السودة دي. بس انا عايز اقول لسيادتك بالله عليك يا باشا، صدقني ادم ده طيب وابن حلال. ولا انت شكلك كده غاوي الصعبات وانا هظبط امك. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وانت كمان يا كيمو. هو في احلى من الليالي؟ بس مش غريبه يا جماعه ان احنا الاثنين مع بعض في ليله واحده. وين المشكله ان احنا نهيص؟ ما انتوا عارفيني بحب اللب، وانتي بيضة وهي سمراء وكل بستان الزهر. انا بقى بصراحه عايزه انبسط قوي النهارده. عايزكم بقى تدلكوني وتدلعوني وتنيموني بس كده. وانا اللي فاكره مؤدبه. لا وترقصوني كمان. انا شارب ثلاثه ستيلا ويجي ثمانية كمان اي دي. انا راجل او مش الا ولا يهمني من ده ولا دي. انا شارب ثلاثه ستيلا. انا راجل او مش الا انا شارب ثلاثه ستيلا. انا راجل او مش الا انا عامل دماغ عريش.
بس يا روح امك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده بيه يا باشا؟ هو مفيش غيري في البلد دي يعني يا باشا؟ وبعدين انا مش دعوه بالسياسه يا فندم يعني، وحضرتك عارف انا راجل بتاع سيجاره وكاس يعني، ما بعملش حاجه غلط. ما بعملش حاجه غلط؟ هدوم على فين يا فندم؟ بس يلا يا ماما يلا يا فندم. طب غير هدوم يلا غير هدومي. والله يا فندم انا ما اعرفش اسم ريتشارد ده غير في فيلم الناظر صلاح الدين. انت بتهزر يالا؟ لا والله يا فندم انا بقول الحقيقه. وادم امين عبد الحي تعرفه هو كمان؟ اه يا فندم اعرفه. علاقتك بيه؟ هو صاحبي وزميلي في الكليه والواد ده رجوله يا فندم. صاحبك بس وزميلك في الكليه؟ ولا كان في وقفات احتجاجيه بترتبوها مع بعض؟ يا فندم لا انا ولا ادم لينا في السياسه، والوقفات الاحتجاجيه دي هي اللي عرفتكم بيا. وبعدين يا فندم والله كانت وزت شيطان وراحت لحالها. انت تعرف مكان ادم؟ اه يا فندم هو ساكن في حاره في بولاق ابو العلا. يا سلام. اه بس الحقيقه مش عارف رقم البيت يعني. جبت التايه يا واد، ما احنا عارفين العنوان. على فكره انت شكلك ظريف كده ودمك خفيف. يا فندم والله خالص انا بس عايز اخدم يعني. هو ادم عمل ايه؟ يعني انت مش عارف ادم عمل ايه؟ لا يا فندم والله ما كنت سالت حضرتك. مش شغلك. ومروح يا كريم، واول ما اكلمك الاقيك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل. انتوا هنا بتشهدوا في جريمه القتل؟ جريمه القتل؟ امال انت كنت بتهبب ايه جوه؟ كانوا بيسالوني على ادم. ما هو ادم هو المتهم في جريمه القتل اللي بيحققوا فيها يا زكي. ايه؟ ادم لا يمكن يعمل كده. وافاد المتحدث الرسمي باسم الجماعه بان هذه هي اولى عمليات الجماعه. شايف؟ انا مش عارف بس يا باشا وسائل الاعلام دول عمالين يجيبوا في سيره الناس من قبل حتى ما ندينهم او نثبت براءتهم. ده كده بيبوظوا لنا شغلنا. بيني وبينك برضه يعني الواد ابن صبره ده بقى ما وضع شك لف وبيقول ان ممكن يمشي في الطيار ده. مش عارف يا باشا، انا حاسس ان الواد ده ملوش اي علاقه بالجماعه دي، وممكن يكون قتل الامريكاني عشان اي حاجه تانية يعني، جريمه قتل عاديه مش مستاهله بقى ان الملف يجي عندنا ونحقق فيه. طالما الجماعة اعترفت بقت مهمتنا، والمفروض ان احنا نلاقي الواد ده بمنتهى السرعة. بقولك ايه يا شيخ؟ تشرب حاجة؟ ربنا يخليك يا استاذ باشا. انا عايزك تبعت للنائب العام طلب ان يدي امر بعدم نشر اي حاجة عن القضية في جميع وسائل الاعلام. عايزين نشوف شغلنا بقى، الكلام ده مش هينفع. امين مرزوق عبد الله يا فندم. انت بقى مرزوق؟ ايوه يا فندم. انت نيلت ايه يا ابني؟ في ايه حضرتك؟ كلمونا عايزينك في امن الدوله. ازيك يا مرزوق؟ الحمد لله يا فندم. تاكل حمام؟ شكرا. ده خاطب البيت اخت ادم عبد الحي؟ ايوه يا فندم. حلوه؟ ايه السؤال جه على كرامتك؟ تحبها؟ اللي تشوفه سعادتك. ايوه. طالما بقى اللي اشوفه سعادتي يبقى انا مؤاخذه يعني واخد على خاطري منك. يا اخي الواد ادم عبد الحي ده عمل عامله من ايده بستين ميله. انت مش بحترمك على فكره. انت في المستقبل هتبقى جوز اخته. وبعدين انت ابن مصر. راجل من رجاله مصر. وبتذاكر. خدت كليه الحقوق وفي المستقبل ممكن تبقى ضابط شرطه. يعني ممكن تبقى زميلي. ممكن تبقى هنا هو جاري. معايا في امن الدوله. انت مرزق يا ادم مرزوق والله مرزق. ايوه فندم بس انا عايز اقول حاجه. يا ابني قول اللي انت عايزه. بقول لك احنا زمايل. خد راحتك مرزوق سامعك. اتفضل يا فندم. ادم ارهابي وابن 60 كلب. يا مرزوق عايز تقول حاجه لادم؟ ارهابي وابن 60 كلب. احنا متفقين اهو، المسألة خلصانة. بس انا مرزوق والله العظيم ليه يحتب عليك؟ ازاي يا مؤاخذة يعني تبقى عارف انه ارهابي وبرستين كلب؟ ما تعمليش مفاجأة وتجيبه في ايدك كده وتخش عليا. عارف يا مرزوق مشكلتي في حياتي ان مفيش حد بيعمل لي مفاجأة خالص، انا دايما اللي بعمل مفاجآت للناس. بص يا مرزوق انا
عايزك تركز في اللي هقوله لك. ادم عبد الحي هنجيبه بس لما نجيبه احنا كنظام، النظام ساعتها مش هيرحمك، لان النظام هيعرف ان انت كنت عارف ان ادم ارهابي ومتستر عليه. هظبط حلو. لكن لما انت تجيب لي ادم عبد الحي الوضع هيختلف. بص يا مرزوق، جبت لي ادم ما جبتليش ادم في الحالتين انت معايا. جبت لي ادم هتبقى راجل من رجالتي معايا هنا في مكتبي، ما جبتليش ادم عبد الحي برضه هتبقى معايا بس مش في مكتبي، هتبقى في الاوضه اللي جوه. وربنا يكفينا ويكفيك بقى شهر الاوضه اللي جوه. انا ما بحبش احرق المفاجآت، هسيبك كده تعرفها واحده واحده. مفهوم؟ لما بيجيش يزورني ليه يا عامر؟ اصله ايه؟ ما تتكلم، قلقتني. اصله متهمينه في قضيه سرقه وقتل. ايه؟ ابننا يسرق ويقتل؟ ولسه ما حدش يعرف الحقيقه فين. هو هربان لغايه دلوقتي يا عم امين. ليه كده يا ابني؟ ليه كده يا ابني؟ هي دي اخر توصيتي ليك؟ تسرق تقتل؟ دي اخر توصيتي ليك؟ تسرق وتقتل؟ عم امين، عم امين، عم امين، عم امين، انا قصدي انا ليه قلت له كده؟ ليه قلت له كده؟ انا غبي، غبي. انتوا مستنيين حد؟ لا. طب انا هروح افتح بس تخبيه. طب يلا يلا تعال نخش جوه. مين؟ امير؟ مساء الخير، الحاجة صبرا موجودة؟ مين حضرتك؟ انا عليا منيب الصحفيه، ممكن اقابل الحاجه؟ اتفضلي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الحاجه صبره والده ادم؟ يا حبيبتي اتفضلي. شكرا. اكيد انتوا بقى بطه وسامي اخوات ادم. معقول يا امي حضرتك وننسي بتتستروا على ارهابي؟ قلت لك مش ارهابي، ده شاب جدع حامى بنتي ولو دين في رقبتي ولازم احميه. ولا بتشك فيا انا كمان؟ يا عم العفو، بس الحكايه مش كده. امال ازاي؟ يا عمي الدنيا كلها بتقول عليه انه ارهابي، وانا كمان اتورطت معاكم في الحكايه دي بالزياره اللي عملتها لسيف. ما هو من فضولك زياده عن اللزوم. والله انا اسف جدا ان انا خايف عليكم. ممكن اقول رايي؟ اتفضل يا ابني اتفضل. انا شايف ان وجودي هنا عامل لكم مشاكل، واستمراري يعمل لكم مشاكل اكبر. انا لازم امشي. تمشي ازاي يا ابني؟ حد قال لك ان احنا ولالات القصر؟ لا يا العفو، بس انا لازم امشي، ده اسلم حل ليكم. انا اللي يمكن اسيبك تعمل كده؟ اسمع يا ادم، انا لا بهددهم ولا بضغط عليهم، كل الحكايه ان انا خايف عليهم، وفي نفس الوقت انا بثق فيهم جدا، وطالما هم واثقين فيك للدرجه دي يبقى انا استحاله ابلغ. امير بجد مش هتعمل كده؟ بجد يا ناس تتكلمي جد؟ يعني انت تعرفي مكان ادم؟ وطي صوتك شويه لحد يسمعنا. طب مستنيه ايه؟ ما تتكلمي بسرعه. حاضر يا حاجه، ثانيه واحده. ايوه يا كريم. ايوه يا علي، انت هناك؟ طب ثانيه واحده. والمشكله عماله تكبر ومش عارفين اللي منين ولا منين. الو، ايوه مين معايا؟ مونيكا؟ ايوه 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 يا دكتور، ده ليان، التليفون ده ليان. الو. ايوه يا ادم، الحاجه معاك. كده يا ادم؟ كده يا ابني ما تطمنش قلب امك عليك؟ كده يا ادم؟ معلش يا امي، والله غصب عني. ايه يا ادم البولو عليك ده يا ابني؟
معقوله انت تعمل كده؟ انا مظلوم يا امي والله العظيم صدقيني. مصدقاك يا حبيبي من غير ما تحلف، انت ابني وعارفك كويس قوي، بس المصيبه ان الناس مش عارفين، مش عارفين يا ابني، مش عارفين يا ابني. اهدي شويه انتي. اه يا ابن عمري. غلط اللي عملته ده، غلط. انا نبهت عليك اكتر من مره ما تتصلش بحد، لا تكون التليفونات مترقبه. فين يا دكتور؟ فين يا دكتور؟ كنت عايز اطمن على امي. طب ولما كلمتهم دلوقتي اطمنت؟ لا قلقت اكتر، انا امي تعبانه ولازم اروح لها، لازم اروح اطمن عليها. اهلا، ازيك يا سامي؟ عامله ايه؟ ازيك يا عليا؟ يا ترى ماما موجوده؟ اه موجوده، اتفضلي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. ها يا حاجة، اخبارك ايه؟ طمنيني عليك. الحمد لله زي الفل، ولا ايه يا حماتي؟ الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. انت مش كنت نازل يا مرزوق ولا ايه؟ اه هشرب بس كوبايه شاي معاكوا كده وبعدين اتكل على الله. بطه اعملي شاي لخطيبك. حاضر يا ام، تشربي ايه يا حبيبتي؟ لا 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 ميرسي، انا جايه في السريع وماشي على طول. لا ده كلام، انا هعمل لك شاي. يا ريت يا حاجه لو نبقى على انفراد. على انفراد ليه؟ مفيش حد غريب هنا، كلنا اهل وستر وغط على بعض. ايوه بس يعني ما تخافيش، مرزوق ده يبقى خطيب بطه بنتي، وبعدين ده صاحب ادم قوي. طبعا يا حماتي انا فديكوا برقبتي، بس انا عايز اعرف الاستاذه عايزه ايه بالظبط. ادم عايز يقابلكم. ادم طلب مني احدد معاكم ميعاد ومكان للمقابله. يعني هنروح له في المكان اللي هو مستخبي فيه؟ لا هو هيجي لكم في المكان والزمان اللي انتوا تحددوه. اه بس اكيد يعني مش هنقابله في مكان عام، لاحسن لا قدر الله ينكشف. يستحسن يكون في بيت طبعا. ايوه بس البيت هنا ما ينفعش، البوليس اكيد مراقب البيت ومستني وصول ادم في اي لحظه. خلاص في بيت حماتي، بيت متداري وبعيد عن عيون البوليس. تمام كده، اديني بقى العنوان عشان ابلغه بيه. قولي له في بيت حمات اختك ساميه، هو عارفه. طيب تحبه امتى يا حاجه؟ خير البر عاجله، يا ريت بكره. ادم وحشنا قوي وعايزين نطمن عليه يعني. خلاص بكره الساعه 2 الظهر هيكون في الميعاد والمكان اللي حددتوه. يا رب يا رب يجيب العواقب سليمه. قادر يا كريم؟ يا رب يا رب. طيب استاذن انا بقى. وانا كمان عشان عندي شغل. ايه ده بس؟ هي مرزوق. اشربيه انت يا بطه. يلا اتفضلي يا استاذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه يا أم خليتيها تفتح السيرة قدام مرزوق؟ الله وفيها إيه يا بنتي؟ مرزوق ده يبقى جوز أختك بطة وستر وغطى علينا ومش ممكن يفكر يزينا. يما ما تنسيش إن مرزوق ده أمين شرطة. أيوة بس مش ممكن هيفكر يزينا أبدا. جرايه سامية تشك في مرزوق؟ الاحتياط واجب يا أختي. ده يمكن مع عبده جوزك، بس مرزوق ابدا، ده جدع على كل الجدعان. بعدين بقول لك ايه يا سامية، اذا كنا امنناه على بنتنا مش هنامنه على سرنا كمان يا باشا؟ البت اللي اسمها عليا الصحفيه دي راحت زارت اهل ادم وقعدت عندهم حوالي ساعه وبعد كده نزلت. الله، وايه اللي يوديها هناك؟ مش في امر من النائب العام بحظر النشر في القضيه دي تماما؟ ايوه تمام سعادتك، بس ما تنساش انها زميلته في الجامعه، يعني ممكن تكون راحت تطمن على والدته ولا حاجه. في ايه يا شنبي؟ هو انت معانا ولا معاهم؟ انا مع العقل سعادتك، والعقل بيقول ان احنا لازم نقلب الموقف من جميع الزوايا عشان نوصل لاستنتاج صحيح. اه يعني حضرتك تقصد ان انا ببص للمواقف من زاويه واحده. والله يا شنبي يعني ومنكم نستفيد. لا يا باشا العفو، انا ما اقصدش والله، انا كل اللي انا اقصده ان انا بفكر بشكل مختلف عن سعادتك. اه يعني انت تقصد ان انا بفكر بشكل غير متحضر. جرى يا سيف بيه، انا ما اقصدش اي حاجه من اللي انت بتقوله. انا اللي جرى ايه برضه يا شنبي؟ ما تاخد بالك من كلامك. الو، ايه يا مرزوق؟ بتقول ايه؟ خليك معايا. اه في بيت حمات سامي اختها. الساعه كام؟ تمام تمام، عارف انا العنوان ده. مرزوق أول ما آدم يوصل تديني رنة، هكون عندك في ثانية، مفهوم؟ مرزوق خلي بالك أنا ما بحبش الهزار. مع السلامة. فرجت يا باشا. عايزك تبقى جاهز الصبح أنت والرجالة، عايزين ندخل نجيب الواد ده في دقيقة. مرزوق اتفق معايا أول ما آدم هيوصل عنده هيديني رنة،
مفهوم؟ اوعى نتأخر يا بطة. متقلقيش يا هنا. امال خالتي صبرة فين؟ سبقتنا هي ويحيى عند سامية. انت متأكدة انه هيجي؟ بإذن الله ان شاء الله كلنا هنشوفه. متقلقيش بقى. طب هي حماد سامية ساكنة فين؟ يا بنتي هنا في ابو العيلة اخر الشارع وانت ما تعرفيش. بنت هنا انت رايحة فين؟ انا رايحة معاهم عشان نجيب الكهربيات عشان جهاز بطة. كهربيات يوسف دي امشي الجار على فوق. ليه كده بس يا عم الحاج؟ ما تسيبها تروح تتفرج براحتها، دي حتى عروسة وعلى وش جواز. انت مال امك تتدخل ليه بيني وبين بنتي يا رخي؟ انا بس يعني قلت. بس مرزوق اسكت. يلا اتفضلي على فوق. اطلعي يا هنا اطلعي اسمعي كلمة. انت هتستاذني منها بنت وانا واقف؟ يلا جري قدامي. يلا يا مرزوق. حاضر يا بابا. يلا يا بط. انت يا بنت انا مش قايل لك 100 مرة مالكيش دعوة بالناس دول. يا بابا. بلا بابا بلا سيف. يلا جري قدامي. مش عارف اقول لك ايه ولا ابدا منين، بس والله العظيم مظلوم. لا انا ارهابي ولا اصلا اقتل بجد. يعني انت قتلت بجد؟ كنت بدافع عن واحده. واللي دافع عن واحده يا ابني يوم يقتل. ما انا ما كنتش اقصد والله العظيم، لا اعرفه ولا اعرفه. اتحطيت في موقف لقيت نفسي بعمل كده. يعني انت قتلت بجد؟ قتلت واحد امريكاني. آه يا قلبي، يا قلبي يا قلبي. كنت بوصل طلب لقيت الراجل ده بيتهجم على واحدة استنجدت بيه، دخلت دافع عنها كان يقتلنا احنا الاثنين. لقيت نفسي غصب عني بقتله. هل انت قتلت بجد؟ قتلت بجد؟ تعيطش يالا، ده راجل، الراجل ما بيعيطش. مرزوق انا عارف موجود هنا ممكن يعمل لك مشكله كبيره في شغلك، انا هسلم عليك بسرعه وامشي. اهرب اهرب يا ادم اهرب. اهرب فيها يا مرزوق؟ يهرب ليه يا مرزوق؟ انا بلغت عنك. ايه بلغت عنه؟ يخرب بيتك. غصب عننا كلنا.
تبعي. نحن طول عمرنا غلابة ماشيين جنب الحيط وما لناش دعوة بحد. يلا يا ابني ادخلي هنا فتشوا في كل الاوض. في ايه يا سعادة البيه؟ والله العظيم تلاتة ابني مظلوم، ابني مظلوم ما عملش حاجة. يا بيه يا بيه، ابني بيحب تراب البلد والله بيموت فيها. والله ابني مظلوم يا سعادة البيه، ابني مظلوم يا سعادة البيه. رد عليا، والله العظيم ابني مظلوم. عرفته؟ عايز كاردون حوالين المنطقة دي كلها في منطقة السرعة، وأي حد يلمح الواد ده يضربه بالنار. حاضر يا باشا. سيف باشا، نضربه بالنار إيه سعادتك؟ هو كلب، ده بني آدم سعادتك، إحنا نمسكه ونسلمه. شنبي، سبق وقلت لك الكلام ده أكتر من مرة. قلبك الحنين واحساسك الامن دول يتحطوا في الدرج ويتقفل عليهم كويس قوي، وبعدين تصحصح من نومك وتاخد لك حاجه دافيه، وبعدين تجي لي على الشغل. مفهوم؟ سيف باشا، بعد اذن سعادتك، احنا وظيفتنا ان احنا ظباط، وظيفتنا ان احنا نمسك المجرم ونسلمه للمحكمه. المحكمه بقى فيها قاضي، يا يحكم عليه بالاعدام يا بالبراءه، ده مش موضوعنا. لكن احنا وظيفتنا ان احنا ما نضربش الناس بالنار يا باشا، وبرده تحت امر سعادتك. باشا الواد اختفى خالص يا باشا. لازم يختفي طبعا، لازم يهرب، عشان واقفين بنرغي في كلام فاضي. ورايا دكتور امير، وجاي لكم من طرف ادم ابنكم. ادم، انت تعرف حاجه عنه؟ استني بس يا سامي اما نشوف الراجل عايز يقول ايه. انت تعرفه؟ طب هو عايش ازاي؟ عايزك تطمني يا حاج، ادم بخير الحمد لله، وبيقول لك ادعي له. كتر خيرك يا ابني، ارجوك تبلغه ان هو وحشني قوي ونفسي اشوفه، ارجوك خليه يكلمني. حاضر يا حاج. ربنا يخليك لوالدتك يا ابني، ولا يحرمهاش منك ابدا. خد شوية، خدي خلي القرشين دول معاكي عشان تبقي تاخدي عروستنا وتنزلي تجيبيلها فستان الخطوبه. خطوبه؟ اه خطوبه، خير البر عاجله يا بنت. يعني تلحقي تتخطبي لك شهرين انت والديسي، بعد كده كاتب الكتاب وتدخل على طول بالسرعه دي. ايوه بالسرعه دي، هنستنى ايه؟ العريس جاهز وكل حاجه متوفره. ايوه يا بابا، بس بس يا بنت بصراحه كده انا مش هقدر اتجوز.
مش هتقدري تتجوزي؟ ليه؟ ولعب عيال يا بنت، ده احنا ادينا الناس كلمه. ما هو يا بنت ما تنطقي. اصل انا وادم انا مش هينفع اتجوز غير ادم. يا لهوي، انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت متخرفه بتقولي يا بنت؟ هي دي الحقيقه اللي انا خبيتها عليكم، وكنت فاكره ان جوازي من ادم هيحل المشكله. مير، انا علاقتي انا وسيف ما بقتش زي الاول. وايه اللي اتغير فيها؟ حاسه اننا بقينا بعيده قوي عن بعض، كل واحد فينا بقى عايش في عالم لوحده، ده غير انه بقى عنيف قوي معايا، وطبعا بيهمني بسبب مشاغله كتير، وفي نفس الوقت بيغير عليا درجه بقت بتخنقني. انا اسف في السؤال ده سهام، انتوا ليه ما خلفتوش لغايه دلوقتي؟ في مشاكل في الخلف عندكم انتوا الاثنين؟ لا عندهم. انا كده ممكن جدا اكون فهمت ايه سبب اللي انت بتحكيه ده كله. طب قول لي يا امير، قول لي فهمت ايه وريحني. بص يا سهام، سيف ممكن جدا يكون عنده حالة تردد شديدة من ناحيتك، يعني ساعة بيبقى حاسس من ناحيتك بتأنيب ضمير لأنه مش قادر يحقق لك أمنيتك في الخلفة، ساعة تانية ممكن يكون بيحبك فيها وبيحبك بجنون لأنه خايف إنه يفقدك، وساعة تالتة بيحس إنه بيكرهك لأنك بتفكريه بعجزه. عندك حق، عشان كده أنا بقيت عايشة في جحيم، أنا خلاص تعبت نفسيا. أمير، أنا بقيت أشرب حشيش. حشيش؟ معقولة يا سهام تطلعي نفسك من مشكلة فتوقعي نفسك في مشكلة أكبر منها؟ أعمل إيه يا أمير؟ أعمل إيه؟ أنا تعبت بجد، تعبت وما بقتش لاقي حل لمشاكلي. ولعلمك بقى، أنا عمري ما حسست يوم بعجزه، وعمري ما ضغطت عليه. يا سهام دي حاجة مش بإيديه، دي حاجة بتاعت ربنا، أنت لازم تعذريه. عذراء، والله العظيم عذراء، بس أعمل إيه؟ أول حاجة لازم تعمليها إنك تهدي، وتاني حاجة لازم تقربي منه يا سهام، لازم تحسسي سيف إن أنت بتحبيه زي زمان، إن ما كانش أكتر من زمان كمان. قولي لي يا سهام، انتوا مفيش مناسبة حلوة كده هتحتفلوا بيها مع بعض قريب؟ عيد ميلاد الأسبوع الجاي. هايل. بص يا سهام، أنا عايزة تجهزي حفلة محدش يحضرها غير انتوا الاتنين، وأنا متأكد إن التوتر اللي بينكوا هيبتدي يدوب. ثانية واحدة. أيوه. سيف الحديدي؟ طيب خليه يتفضل. اتفضل يا فندم. شكرا. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ كريم نورت العيادة يا سيدي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك كده؟ سهام؟ انت بتعملي ايه هنا؟ اصلي سهام بتعمل ايه هنا يا امير؟ يا سيف في ايه بالك؟ سهام جاية تزورني في العيادة، أول مرة بتيجي تزورني زي ما أنت أول مرة بتيجي تزورني دلوقتي. بقول لك إيه بقى يا سهام؟ أبو السيوف ده بقى حبيبي، أنا مش هينفع أخبي عليه السر أكتر من كده. سر إيه؟ أنت هتلعبوا بيا الكورة؟ سهام هنا بتعمل إيه؟ كل سنة وأنت طيب يا سيدي. أنت عيد ميلادك الأسبوع الجاي، وسهام جت عشان تعزمني وطلبت مني إن إحنا نعمل لك سربرايز بارتي. عيد ميلادي؟ سربرايز بارتي؟ آه. ما عزمتوش ليه في تليفوني هنا؟ عن إذنكم. استني هنا، رايحة فين؟ مروحة البيت. إيدي. استنيني تحت في العربية، السواق تحت، 3 دقايق وانزل لك. اتفضلي.
بالنسبة بقى لموضوع عيد الميلاد ده، أنا مش مقتنع بالكلام ده كله. لينا كلام بعدين، خلينا في الشغل. إيه اللي وداك لأهل آدم عبد الحي؟ آدم ده حالة من ضمن حالات كتير قوي متبنيها منظمة حقوق الإنسان اللي أنا بشتغل فيها، ولا أنت نسيت يا سيف؟ ومنظمة حقوق الإنسان دي ما قالتلكش إن البت اللي اتضربت قدامك على السلم ووديتها المستشفى تبقى حبيبة آدم عبد الحي؟ معرفش يا سيف، أنا صدقني أول مرة أسمع حالة دلوقتي. أمير، التستر على مجرم جريمة مش سهلة، وأنا شخصياً مش هنفعل فيها. أنت بتشك فيا ولا إيه يا سيف؟ أنا أشك في صوابعي. أمير، خد بالك من نفسك اليومين دول، لأنك بدأت تهرتل، وإحنا ما بنحبش الهرتلة. وبالنسبة بقى لموضوع عيد ميلادي، وأنت بالصحة والسلامة يا صاحبي. سلام. ايوه يا فندم، نانسي طلعت من الفيلا واحنا طالعين وراها. اتفضل يا دكتور. ايوه يا فندم، امير طلع من العياده واحنا طالعين وراه. ايوه يا امير. لا، دي راحت استراحه الفيوم. طب كلمها يا عمي وخليها ترجع بسرعه. ايه خير؟ في ايه يا ابني؟ في حد بيراقبني، واكيد هي كمان. طيب طيب ماشي، انا هكلمك بعدين. سلام. ردي يا نانسي، ردي ردي يا بنتي علي. جورج يا بنتي ما بترديش ليه؟ رد عليا الله يخليك. يا جورج استني يا سيسي، مش وقته. انت بتكلمها والموبايل بتاعها في ايدي. ايه؟ نسيته. يا دي المصيبة. شريف، شريف، شريف. الو، والتاني يروح لهنا. يلا علموا المكان. ايه ده؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ بقولك ايه، ما شفتيش واحد معدي في الصاله كده اسمه ادم امين عبد الحي؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حضرتك بتتكلم عن مين؟ ادم فين يا نانسي؟ ما اعرفش. انا قلت انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ده مين اصلا. انا مش حد فوق يا باشا. كنت عارف، كنت عارف ان مفيش حد فوق. يلا يلا، واحد يتحفظ لي عليها، ما تغيبش عن عينيكم. يلا بقى، ما تعرفيش هو فين؟ ها ماشي ماشي يا نانسي. ادم، وقف يا ادم، وقف. اضربك في الارض.
انا عارف انك هنا يا ادم. سلم نفسك احسن لك، الحكايه خلصت خلاص يا ابني. ما تصعبهاش عليك وعلينا. انا مش فاهمك على فكره، مش فاهمك. ايه الفايده من هروبك ده يعني؟ هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. الفايده في انك تسلم نفسك، على الاقل هتتحكم وتخلص يا اخي. لكن اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني؟ هتعيش طول عمرك هربان، طول عمرك يا غبي. اسمع كلامي، ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي، كان ممكن بطلقه واحده نشك اجيبك الارض، بس انا ما عملتش كده. وانا ممكن اموتك دلوقتي، بس انا مش هعمل كده. وانا يا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هتدافع عن نفسك؟ صح؟ انا عملت كده، دفعت عن نفسي. الراجل كان هيموتني، كان لازم ادافع عن نفسي. ولا انا مش من حقي ادافع عن نفسي عشان انا سواق فيسبا؟ بص يا ادم، بص انت يا باشا، انا عملت الصح ودفعت عن نفسي. ايه العيب في كده؟ ما هم دول الكلمتين يا غبي اللي انا عاوزك تقولهم، بس مش ليا انا، عاوزك تقولهم لقاضي، تقولهم لمحكمه، علشان نعرف ندافع عنك. لكن لما تقول الكلمتين دول ليا انا وفي المكان ده مالهمش اي لازمه. الكلام ده يا باشا مش هنا، الكلام ده ممكن يحصل في بلاد بره، انما هنا المحكمه ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه. سلم نفسك يا سلم نفسك، وانا بوعدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله، وهو اللي هتاخد بيه المحكمه، صدقني. بس سلم نفسك، سلم نفسك. امسك. يلا يا ادم. مش هسلم نفسي يا باشا، مش هسلم نفسي. يبقى هضربك بالنار يا ادم. اضرب باشا. انا ما بهزرش يا ادم، هضربك بالنار بجد. خدني بص، انما قسما بالله العظيم ما مسلم نفسي. اقف مكانك يا ادم، هضرب بالنار، هضربك. ايوه يا ابني. اوامرك يا باشا. لقيتوا الهدف؟ جالي البحث عنه ولا مستدل عليه. دوروا عليه في كل حته. علم وينفذ سعد. يلا. هيشوف له شغلانه جوزك عبده ده. هيشوفها ازاي بس يا لولوس وهو بيصحالي على المغرب؟ الحمل بقى على كتافي، انا مش عارفه هلاقيها منين ولا منين من الايام السودة دي. قلت ضل راجل ولا ضل حيطه. ادم تعالى يا سامي، بتعمل ايه هنا يا ادم؟ انت فاهم غلط. تعالى يا ادم، بتعمل ايه هنا؟ حرام عليك يا لولوس. والله انا هنا والله انا فاهم غلط.
لولوس انا هقعد عندك يومين هنا. مفيش حته بات فيها. هكون راحت فين؟ معقول اكون راحت للعياده؟ يبقى لازم البس عليهم. لا 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 سيف. ايه ده؟ كل حاجه هتبان لسه واحده واحده. عند الدكتور. ما كنتيش بترد على تليفونك ليه وانت عند الدكتور؟ انا اصلا كنت ناسي الموبايل بتاعي هنا. واي دكتور اللي كنتي عنده؟ دكتور امراض البطنه. مش هقول لك بقى حاولني على فين. يا فزوره. ايه سيف؟ حاولني على دكتور امراض النساء. المفاجاه بقى دكتور امراض النساء قال لي ايه؟ سهام انا على اخري. كنت يا دكتور بتعملي ايه؟ سيف الدكتور قال لي ان انا حامل. ازاي؟ ازاي ايه؟ بقول لك انا حامل. وانا بقول لك ازاي؟ يا سيف انت اتجننت؟ حامل مين؟ من مين ده ايه؟ لا انت مش طبيعي. رد عليا يا بطنك دمي. مش مهم يكون عندي ابن. انت ايه؟ مش مهم اللي بطنك ده من مين. ورد عليا. انت مجنون. انت مش طبيعي. لا انت عارف ان انا عقيم. اقعدي هنا. لا 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 انت كداب. الدكتور قال لك ممكن تغلط. انا ما بخلفش وانت عارف. الواد اللي بطني ده من مين؟ رد عليا. هقتلك. لا لا انت مش حاجه بعيده عن ربنا. انت مفتري. انا مفتري؟ قول لك رد عليا. الواد ده ابن مين؟ رد. والله العظيم. رد. والله رد. رد. الواد ده ابن مين؟ انت عارفه ان انا ما بخلفش. طيب مستعجل قوي على موتك؟ موتي في ايه يا سيف؟ ولا عملت لك ايه؟ لا شيخ ملاك يا ولا ملاك. برافو انت شطان. وشرف امي الامير. وشرف امي. لا خليكوا عبره لكل الناس. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده يا سيف؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مش بس اتجننت، انت كمان ما بقاش عندك ذره ثقه لا في نفسك ولا في مراتك ولا في جنس مخلوق. انت اتجننت فعلا. واي مجنون لازم يدخل مستشفى المجانين عشان لا مؤاخذه يخللكوا الجو. يخلل الجو يا ابني؟ عيب دي مراتك. لا يا بطل بطل لف ودوران. مش على سيف الحديدي يا وسخ. انا عرفت كل اللي بينك وبين مراتي. والجديد عرفت ان هي حامل منك. عشان انا ما بخلفش. اللي انت بتقوله ده كله كدب يا سيف. كدب. ولا حرف من اللي انت قلته ليه اساس من الصحه. انت اكتر بني ادم في الدنيا عارف اللي مفيش بيني وبين سهام غير كل احترام. تقدر تقول لي كانت بيجي لك العياده من ورايا ليه؟ عشان كانت تعبانه. كانت تعبانه يا سيف. كانت تعبانه. مراتك كانت بتشرب حشيش بسببك. حشيش. ضغطك المتواصل عليها ليل نهار خلاها تدور على اي حاجه تخرج من خلالها الكبت اللي كان عندها. وجات لي العياده عشان اساعدها. وجات لي العياده لاني دكتور نفساني يا سيف مش صاحب كباريه. وجات لي العياده انا بالذات مش اي دكتور تاني. عارف ليه؟ عشان مراتك ست محترمه ما حبتش تخرج اسرار البيت لاي دكتور تاني غريب. راو المفروض ان انا اصدق الكذبه اللي انت بتقولها دي مش كده؟ وسخ. وشرف امي لقيتلك انت وهي. مش هقتلكوا لان الموت هيبقى راحه ليكوا. هسيبكوا عايشين كده. هحبيكوا. هخليكوا تتمنوا الموت كل لحظه. ده
عندك يا امير. الو سلام عليك يا اخويا. مالك يابا؟ بس كفلنا الشر. الدكاتره بيقولوا لازم عمليه في القلب، لو ما اتعملتش بسرعه في خطر على حياته. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هذا الشر عليك يا اخويا، ربنا يبعد عنك كل شر يا رب. ما في شر اكتر من اللي انا فيه. ربنا يزيح عنك وعننا عم امين. تعرفوا حاسس ان دي اخر مره هشوفكم فيه. لا يا اخويا ما تقولش كده، بعد الشر عليك. ما تقولش كده يا ابو النبي. حقك عليا، انت اللي وجع لي قلبي، حقك عليا. اخس عليك، ما تقولش كده يا امين عشان خاطري. هو الصغير صبره، انا مش هلحق اعيش له. للاسف ما ورثتوش غير عار هيعر بيت عمره. حقك عليا يا حبيبي، انا فشلت ان انا اقولك الاب اللي بتتمناه. يابا انت ابويا وانا بحبك زي ما انت ومهما عملت. انا ما عملتش اللي كان المفروض انه يتعمل، ما قلتش للغلط لا، رديت بالظلم وتطيط ومشيت جنب العيلات عشان اعرف اربيكم. ظلام، اما الظلام وركبت الموجه عشان اخليكم تعيشوا مبسوطين حبتين. مش بس كده، ده انا رحت لربنا لحد بيته. اتمنيت انه ينجيني ويسترني. في بجاحة اكتر من كده؟ في بجاحة اكتر من كده؟ بس انا كنت عارف انه غفور رحيم وهيسامح. طبعا يا اخويا ربنا غفور رحيم وبيسامح، بس ما تتكلمش اكتر من كده، ما تتعبش نفسك. سيبيني يا صبرا اتكلم. انا عشت كاتب في قلبي وجع لحد قلبي ما وجعني، والكيل طفع. صبرا امانه عليكي، وصي العيال، وصيهم يقولوا للغلط لا، وما يعملوش زي انا ما عملت. فهميهم انهم ما يرضوش بالظلم ويقولوا للغلط لا، فهميهم وخلي بالك منهم. ربنا معاكي، ربنا معاكي. أمين، الله يرحمك عم امين، الله يرحمك عم امين، الله يرحمك. آدم الحمد لله على السلامة حبيبي، عامل ايه؟ انت بتعيط يا خالد؟ لا يا حبيبي مفيش حاجة خالص. في ايه مالك؟ المهم انت عامل ايه؟
كويس؟ مش كويس. معلش معلش يا حبيبي، بكرة تروق وتبقى زي الفل. بص يا حبيبي، لو 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 في حد اداك امانه ورجع يطلب الامانه دي منك، هتديها له ولا لا؟ اكيد هديها له طبعا. طب تخيل بقى ربنا هو اللي اداك الامانه دي، ربنا عايز امانته، ياخدها ولا لا؟ في خير بقاء الله. أبوك تعيش أنت. يا حبيبي شد حيلك، شد حيلك، بركة فيك يا حبيبي. اجمد كده بقى، اجمد. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ في ايه يا ابني بس؟ خبر فيديو الامريكي نزل يا اخويا في الجرايد بتاعتكم النهارده. انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني تفتكر علي عمل كده من ورانا؟ بس لو علي حتى عمل كده اكيد قصدها هتظهر براءة ادم. ايوه بس ده هيخلي السارق يخاف، ولو خاف ممكن يبيع الهارد، ولو باع الهارد مش عارف نجيبه. تصدق عندك حق. انا مش قادر اتخيل عليا ممكن تعمل كده ازاي. طب احنا ليه هنقعد نتكلم كتير؟ ما تيجي نروح نواجهها ونعرف ايه الحقيقه. يلا بينا دلوقتي. يلا بينا. يا جماعه انتوا فاهميني غلط. احنا فعلا كنا فاهميني غلط، ودلوقتي بس فهمناكي صح. ليه يا علي؟ تفضلي شهرتك ومجدك الصحفي على انقاذ حياه بريء. ايه التخاريف اللي انتوا بتقولوها دي؟ انا عايزه اساعد ادم زيكم بالظبط ويمكن اكتر، وان كنت نشرت المقال ده نشرته عشان كل الناس تعرف حكايته. ايوه بس انت كده كشفتي سر الفيديو في المقاله بتاعتك، وده هيخلي السارق يخاف ويكش مننا وما يعرفش يكلمنا تاني. بالعكس، ده ممكن يتشجع ان هو يروح يسلم الفيديو عشان ياخد جايزه السفاره الامريكيه. جايزه مين يا هبله؟ ده كده هيقبضوا عليه. يقبضوا عليه ليه؟ عشان هو اللي سرق. بالعكس، انا حاسه ان اللي سرق الهارد مش هو اللي نزل الفيديو على النت، لان لو كان هو كان هيخاف ينزل دقيقه واحده من الفيديو ده عشان ما يتقبضش عليه. امال مين بقى ده؟ ان شاء الله واحد فرحان بالافلام وما يعرفش اي حاجه عن الفيديو اللي فيه جريمه القتل. يا جماعه دي الحقيقه، وده احساسي الصحفي، وما تستهونوش بيه. اللي في الجورنال ده يا علي بقى انت اللي تكشفي سرنا؟ المقاله دي خطر جدا على ادم، ممكن قوي دلوقتي ينزل الفيديوهات دي يبقى تخلص منها باي طريقه من كتر خوفه، ويبقى كده دليل براءه ادم الوحيد ضاع بسببك. نانسي ممكن تهدي وتيجي تقعدي وانا افهمك على كل حاجه لو سمحتي. تفهميني ايه بس؟ يعني احنا بنقول خطوه لقدام ترجعينا 100 لورا؟ وليه يا نانسي ما تقوليش ان المقال اللي انا نشرته ده هيطلعنا خطوات لقدام؟ ازاي يعني؟ واضح يا علي ان المقال ده هيقدمكم خطوات لقدام وهيجيب رجلكم، بس مش هنا. وبالمره بقى ما دام المجموعه كلها هنا، تحبوا تيجوا معانا باحترام ولا ايه اللي قيمتكم واعمل شوشاره؟ لا 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 لا، خير يا جيجا؟ مش خير ابدا يا منصور. ده في خبر منشور في الجورنال عن فيلم ثقافي من الافلام الاجنبي اللي عندنا، وباين عليه الفيلم ده عليه عوائق جامد قوي. انا قلت لك الموضوع ده فيه ان ما سمعتش كلامي. طب والعمل يا منصور؟ العمل اتخلص من الارض ده بدل ما يجيب لك مشاكل. صدق انت عندك حق، ما دي ورطه انا لازم اطلع منها. بص انا همسح الفيديوهات دي مع الكمبيوتر خالص، هفرمطه، بس الارض بقى مش هقول انا امسحه. يا عم امسحه بدل ما يجيب لك وجع الدماغ. يا عم ما تقلقش يا عم، انت حر. انا هخبيه في حته امان، محدش يعرف له طريق بره، ويمكن يطلع له عوزه في وقت من الاوقات. مش كده ولا يا مستر كارلوس؟ خيالك يا سقي. ها يا علي، مش هتقولي لي بقى جبت الفيديو منين؟ حضرتك الفيديو موجود على النت، احنا كل اللي عملناه ان احنا نزلناه ونشرناه، واللي حضراتكم لازم تعملوه دلوقتي ان انتوا تشوفوا مين اللي عمل له ابلود على النت، لان هو ده اللي معاه كل الفيديوهات، ومن ضمنها الفيديو اللي عليه براءة ادم عبد الحي. وليه ما رجعتولناش قبل ما تعملوا عملتكم دي؟ لان احنا كان كل همنا نظهر براءة صاحبنا. وانت يا شاعر فنان ما تعرفش ان في حظر نشر على القضيه دي؟ حظر ايه بس يا باشا؟ الفيديو معمول له ابلود على النت وكل الناس ممكن تشوفه. اسمه ايه الواد اللي عمل له ابلود ده؟ والله يا فندم انا الحقيقه ما اعرفش اسمه الحقيقي، انا كل اللي اعرفه ان النيك نيم بتاعه اسمه جيجا، واعتقد ان حضرتك تعرف تجيبه الاي بي ادرس بتاعه. يعني اي بي ادرس ده ابن ناس. ربنا يخليك يا فندم. تعرفنا شغلنا روح امك ولا ايه؟ ما تثبت يالا. لا يا فندم والله انا بس غرض اخدم. نادر خد الواد ده لخبير الكمبيوتر، خليه يستفسر منه عن النيك نيم ده،
ويشوفوا نزل في انهي موقع عشان نعرف نتعقبه. اتفضل. شكرا. يلا حبيبي. اول مره انكرتي وقلت انك ما تعرفيش اي حاجه وسبناكي. تاني مره قفشنا ادم عبد الحي جنب المزرعه بتاعتك وسبناكي. تالت مره بعت قريبك اللي اسمه امير لام ادم وبرضه سبناكي. لكن تتقفشي مع اصحاب ادم عبد الحي وتقولي لي ان دي صدفه؟ ده يحصل في عالم سمسم بس يا روح امك. انا كدابه. شكلك كده شمال. شكلك كده مش مظبوطه يا بنت. حد امك لاجيبك. هجيبك واعمل لك قضيه عتاب. انا مش عارفه انتوا بتتكلموا على ايه اصلا. مش بقولك شمال. انت يا بنت جايه تلعب بينا ولا ايه؟ احنا مش فاضيين لك. هحطك تحت جزمتي وهفعصك. اخفيكي واحلف اني ما شفتك. ما تنطعي يا بت. ايه اللي وداكي عند عليا وكريم وطاهر؟ انطعي لحسن قسما بالله العلي العظيم. هعلقك وهسحلك. انا ما رحت لهمش. هما اللي جولي. جولي علشان اشوف الفيديو واقول لهم اذا كان ده الامريكاني فعلا ولا لا. بحكم ان انا كنت اعرفه يعني. وموضوع امير اللي بتقولوا عليه ده انا ما عنديش عنه فكره. ممكن يكون عمل كده بحكم شغلته. ما اعرفش. لا بنت واعية مستفة كلامك تمام. قفلت كل الخنان. صدقها بنت ان انا صدقتك. انا قلت كل اللي عندي. عايزين بقى تعرفوا الحقيقة المفروض تروحوا تدوروا على عمل ابلود للفيديو على النت. اكيد عنده الفيديو اللي فيه الحقيقة. وانتي ما تعرفيش الحقيقة؟ ما هو انا قلت كل اللي عندي. انتوا اللي مش مصدقيني. ايوه. طيب حاضر. ثانية واحدة. سيف باشا. ايوه. نعم. طب انا في طريق. انا داخل جوه. ها مفهوم سعد. نانسي انا سيبك كده خمسة بعشان بيه. عايز ارجع عليك عقلتي وقلت كل حاجة. عشان تروح تنام في سريرك. ما عندناش بنات حلوة تنام بره. يا اما قسما بالله لحلففك على مخبرين امن الدوله نفر نفر. اكتر في شيوط شويه عندهم اكتئاب. بس على الله بقى كل بتعرفي ترقصي. لسه مستعجليش. ها مستعجليش. بيا استفدتي ايه بقى غير التهزيق؟ عاجبك اللي بيحصل فيه كده؟ اقعدي اقعدي. ما جاوبتنيش على سؤال يا نانسي. سؤال ايه؟ انتي ما تعرفيش الحقيقة؟ هشام بيه هو ليه حضرتك مش عايز تصدقني؟ عشان انا بتعامل معك باحساسي مش بس بعقلي. وبجد انا زعلان منك جدا عشان خبيتي عليا معلومة زي دي. رغم ان انا جيتلك واديتلك نمرتي. على فكرة اللي انا بعمله معاكي ده غلط. لو حد دخل ولا انا قاعدين دلوقتي انا هروح في 60 ده. بس انا عملت ده بس عشان اثبت لك ان انا مصدق في براءه ادم وبجد عاوز اساعده. وبجد مش عارف اقول لك ايه. لو كنت قلت لي المعلومه دي من بدري كانت هتفرق معايا كتير انا وادم. عايز الحقيقه؟ الأمريكان يحاول يتهجم عليا وآدم هو اللي أنقذني بجدعنة ورجولة. ولما حاولنا نهرب ضرب علينا نار وصاب آدم في كتفه. كان طبيعي لازم يدافع عني وعن نفسه. حصل اللي حصل. قتلوا بالغلط. صح.
أنا صح وإحساسي صح والجريمة دي مجرد جريمة عادية ما هياش إرهاب زي ما بيقولوا. عرفتوا كل حاجة؟ اعملوا بقى فيها اللي انتوا عايزين، إن شاء الله تشنقوني. أنا خلاص كفاية أوي لحد كده، لازم أرد له ولو حاجة من اللي عملها معايا. اعترافك ده هيفضل سر ما بيني وما بينك. ايوه يا نانسي، عشان انا لو ذكرت اعترافك ده في التحقيق انت هتروحي في 60 داهيه وهتتسجني، وانا عاوزك بره عشان تساعديني ان احنا نثبت براءه ادم. بتكلم جد؟ من اول ما جيت لك وانا بتكلم بجد، بس انت لما كنتش عاوزه تصدقيني. بس متهيالي لما تخرجي من هنا ممكن تصدقي. طب والظابط اللي كان هنا؟ مالكيش دعوة، أنا هعرف أخلص الموضوع. وبعدين أنا راجل، لما أقولك على حاجة لازم تصدقيني. طمني يا نانسي. ده معناه انك اب لطفل. اب انا ما بخلفش. الادويه جابت نتيجه يا سيف الحمد لله، والتحليل الجديد للسائل البنوي بتاعك بيقول كده وبيأكد كده. ما اتعالجت؟ انا قلت لك قبل كده مفيش حاجه بعيده عن ربنا. لا حاجة غلط، حاجة مش مظبوطة. مالك يا سيف؟ مش ده اليوم اللي بتتمناه طول عمرك وكان نفسك تبقى أب؟ أب؟ أيوة أب. أنا مقدر طبعا إنك فاقد توازنك بالفرحة. اشرب. ولا جيجا يا هبش، انت سرقت الامريكاني وقتلته عشان تداري على عملتك. امريكاني؟ يا نهار اسود، امريكاني مين يا بيه؟ الامريكاني يالا، الامريكاني اروح امك اللي كان على الفيديو اللي انت اساسا بتنكر انه كان موجود على الهارد. لا باشا حضرتك مش عارف، انا الهارد ده باشا انا واخده تخليص حق بالواد سمير مصالح، وبصراحه باشا ما كانش عليه اي حاجه. ما كانش عليه اي حاجه. لا كان عليه رحمه، كان عليه، وانت مسحته قدام العيال اللي انت خطفتهم وحاولت تقتلهم. صح عيال النار السود. عيال مين مين بس؟ انا والله العظيم ما عملت حاجه. لا عملت. لا عملت يا روح امك عملت. اشرف تاخد الهارد اللي سلمه لنا هشام بيه وتنزل بيه المهندس الكمبيوتر دلوقتي، تخليه يعمل لنا ريكفر لكل الداتا اللي عليه. يلا بسرعه. بص بقى يا عم جيجا. اه باشا. انا عامل لك مفاجاه. ابسط يا عم. ربنا يخليك. انا هقلعك مالت وهحطك في تشت ميه ساقعه وهنزل لك فرده كهرباء. شوف انت بقى هتحس بايه؟ كلك نظر. لا 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 بيه، انا في عرضك يا بيه، انا في عرضك والله انا في عرضك. اعترف يا سيد يا جيجا. بص يا باشا الكذب خيبه، انا هجيب من الاخر. بصراحه باشا الفيديو اللي سيادتك بتتكلم عنه ده كان فعلا موجود على الهارد، بس والله العظيم انا بلا دعوه باي حاجه. انا كل اللي عجبني في الهارد شويه الافلام الثقافيه اللي كانت موجوده، قلت هاد جيجا انقلهم على فلاشه من غير ما الواد سمير مصالح يعرف حاجه، يعني قلت اشوف لهم بيعه كده ولا كده واعمل بيهم اي مصلحه. ساكن في المصالح بتاعك ده؟ هرب. ساكن في الهرم يا باشا، في الهرم. اديني عنوانه يالا. هديهولك يا باشا،
بس يا باشا انا اخر علمي بيه ان الواد سمير مصالح ده مختفي بقاله مده ومحدش يعرف له طريق جره. هنجيبه هنجيبه يا روح امك، لو في عقله هنجيبه. ادم ادم اصحى يا ادم. شامبي وداخل لك لوحدي، ما رضيتش اخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش اعمل حاجه اندم عليها. اسمع يا ادم، يا ده انت في ادله كتير بتبرئك، اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطه الهباب اللي انت فيها دي. الظاهر يا باشا انك ندمت انك سبتني امشي المره اللي فاتت، الظابط اللي جواك غلب انسانيتك. بالعكس انت مش فاهم اي حاجه يا ادم. ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شويه مع الطيار. يا باشا اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت، انما انا قلبي حي ولسه بيدق. عارف عارف يا ادم، وانا كمان قلبي حي وما يرضلكش انك انت تتظلم ابدا يا ادم. ثق فيا ثق فيا، وزي ما قلت لك المره اللي فاتت، الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمه. ثق فيا يا ادم ثق فيا. تحلف انت في بيت ربنا؟ ما تخافش، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم الكلام اللي انا هقوله هو اللي انت هتقوله، هو اللي المحكمه هتاخد بيه، ومش هسيبك يا ادم. واوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا ادم، قلت ايه؟ وانا مصدقك يا باشا. اعلن مصدر مسؤول بوزاره الداخليه انه قد تم القبض على الارهابي ادم امين عبد الحي. جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الامنيه المختصه بان الارهابي كان يختبئ بمدينه الاقصر. قبضوا عليه، قبضوا عليه. استر يا رب. انا لازم اروح له، ما ينفعش اسيبه لوحده. ما ينفعش تروحي له اساسا يا نانسي، واهدي شويه. مروحك ليه هيفيد بايه؟ ولا حاجه. انا ممكن اروح له من زاويه ان انا من جمعيه حقوق الانسان واخده محامي معايا. عين العقل يا ابني. ادم امين عبد الحي، طالب في سنه رابعه بكليه الاداب قسم اجتماع جامعه القاهره، بتعمل قصائق ديليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، السن 28 سنة، ومقيم في بولاق أبو العيلة. آدم، أنت متهم بقتل شخص أمريكاني على أرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية. إيه رأيك في الكلام ده يا آدم؟ باشا الكلام اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي وان انا قتلت فعلا. يعني انت يا ادم بتعترف بقتل الامريكاني؟ ايوه يا باشا بعترف، بس هو اللي كان عايز يقتلني الاول وانا كنت بدافع عن نفسي. يعني هو كان عايز يقتلك وانت كنت بدافع عن نفسك؟ ده على اساس يروح امك ان احنا لقينا جثته مرميه في الحمام بتاع بيتكم كان بالكبانيه؟ لا يا باشا، على اساس انكم لقيتوا جثته جنب دولاب السلاح بتاعه في فيلته. ايه اللي وداك هناك؟ كنت بوصل طلب. طلب ايه؟ بيتزا. الكلام ده كان حوالي الساعه كام؟ 8:30. كنت فين قبلها؟ المحل. ادم انت متعود تلبس ساعه؟ لا يا باشا. امال عرفت انها 8:30 منين؟ من الميعاد المكتوب في الاوردر. بقالك قد ايه بتشتغل في المطعم؟ اسبوع يا باشا. وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في محل اسمه طلبك كبابجي. وسبته ليه؟ عشان صاحب المحل اشتغل. ريتشارد هو اللي فتح لك لما وديت الاوردر؟ لا يا باشا. امال عرفت منين ان الامريكان اسمه ريتشارد؟
من الجرايد والتلفزيون. امال مين اللي فتح لك؟ سمعتش يا باشا. مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح. كان في حد معاه جوه؟ كان في حد معاه جوه؟ لا يا باشا، كان لوحده. ده جاتسي علينا ولا ايه؟ فاكرنا عيال صغيرة؟ ده انت كلب مالكش دية، تربية مرتشي ابن 60 كلب. ما البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب ملهاش دية مرتشيين، واللي خلوا ابن كلب زي سعادتك يعمل فينا كده. هيات أمك يا آدم يا عبد الحي، لعلقك وأخليك عبر كل من فكر يقف وش رزقه. آدم أنت كنت بتعترف إنك أنت قتلت كلام. من فضلك اطلع بره. أنا مكاني مش هنا. مش هنا. يعني دخلت كلية الشرطة عشان أدافع عن حقوق الناس. مش عشان أهدر حقوقهم. يا رب. ادخل. مساء الخير يا هشام بيه. تعالى يا باشمهندس. ها؟ وصلت الحاجة؟ الريكفر تم بنجاح. والفيديو أهو. الحمد لله الحمد لله، اخيرا بقى عندنا دليل براءة ادم. ايه ده؟ فين بقيت الفيديو؟ بقيت الفيديو باظ، بس الحمد لله ان احنا حصلنا على الجزء ده. برافو عليك يا باشمهندس. سيف باشا، انا طلعت صح يا باشا. وإحساس اللي سعادتك قعدت تتريق عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهاية. إيه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف سعادتك. دي الحقيقة اللي سعادتك مش عاوز تصدقها. بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم إن أنا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو جريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمنني بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو، فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم، عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. ما أنت على هنا. البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها، مش جت هنا واستجوبناها وكذبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية. تقدر تقولي إزاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف؟ كلهم إرهابيين يا حبيبي. الإرهاب ملوش لا وطن ولا دين. يا شبيه أنت مش من هنا ولا إيه؟ لو التدليس والظلم وإهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى أنا يا باشا ما يشرفنيش إني أكون هنا. هشام،
انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ امال عاوزني اكلمك ازاي وانا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه؟ باشا انا ممكن اسالك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البنت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا. فوق ايه؟ معاك للصبح. ايه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم هما هنا بيغمّوا عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره، بس انا واخد على خاطري منك. ايه بس مش تطمني عليك؟ قلبي ياد كان متشحتف عليك. ها مش تطمن قلبي بابا؟ عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ بمين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقه اسمه حمادة عجلة، كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لا مؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب فكرني بيه. بقول لك يا باشا مفيش كهربا؟ كهربا حشيتنا والله. أنا هي أول مرة تريح شوية. إيه إيديك وجعتك ولا إيه؟ أجيب لك مسكن؟ أضرب. أنا عايز أمك هنا. تعرف تبعت تجيبها لي؟ أنا عايز أفهم. صوت على مش عايز تعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه يا لهوي؟ انت! مشكلة يا باشا مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. انت عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية. مؤاخذة يعني حصلت لك وانت صغير. فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية! عايز الكهرباء يا حمك؟ اخويا اسمه حماده. يا حبيبي حماده ايه؟ حماده عجل. هبعت اجيب لك مسكن. الواد ده هيتساب مربوط كده وبقى تف في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح
ادم ادم يا نهار اسود يا نهار اسود ادم رد عليا ادم حد يفكوا هاتوا لي عربيه اسعاف وهاتوا هدومه ادم ادم رد عليا ادم حد يفكوا ادم ادم يا نهار اسود يلعلقوا شكلك يا سيف يا حبيبي ادم آدم أنا آسف يا آدم أنا يوم ما أقنعتك إنك أنت تسلم نفسك كنت واخد وعود إن أنت مش هيحصل لك حاجة بالعكس كنت واخد وعود إن إحنا هنساعدك وهنقف جنبك عشان أنت عارف إن أنا أكتر واحد في الدنيا دي عارف إنك أنت مظلوم بس فجأة لقيت إنه بيحصل غير كده آدم أنا حلفت يمين إن أنا أعيش عمري عشان أحقق العدل فجأة اكتشفت إن أنا بقيت بحقق الظلم وظلمتك أنت أول واحد عشان كده آدم أنت ملزوم مني إن أنا أهربك ودلوقتي حالا يعني انت مش عايز تظلمني وعايزني انا اظلمك انت لو عملت كده تبقى بتضر نفسك بعدين يا باشا انا بجد تعبت خلاص اللي يحصل يحصل باشا انا اصغر بكتير قوي من اللي بيحصل لي ده بجد مش قادر خلاص عارف يا باشا لما انت جريت ورايا وانا سبتك ومشيت كنت متأكد ان انت مش هتضرب صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت مش هتضرب صوتك وعينيك كانوا بيقول ان انت ابن ناس بس المشكلة ان هنا يقولوا كلمة ابن ناس دي على ابن الناس الاغنياء مع ان انا متأكد ان اللي اخترع الكلمة دي كان يقصد ابن الناس الطيبين المحترمين اللي بيخافوا ربنا وانا متأكد انك منهم وانا لو ما هربتكش دلوقتي حالا ابقى ما بخافش ربنا وانا بخاف ربنا قوي يا ادم وبعدين عايز اقول لك على حاجه اللي يرضي ضميره ويرضي ربه ربنا لازم ينجيه ما تقلقش عليا يا ادم طب انا يا باشا عملت اللي يرضي ضميري وعملت الصح ووقفت مع الحق بيحصل معايا كده ليه ادم في ناس بيتهيألوها منهم من ظلمهم وهما فعلا بيبقوا مظلومين قدام نفسهم وقدام الناس بس ربنا وعد وعد قال ان كل عبد من عبادي هياخد حقه 24 قيراط وبعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمة معينة ويا بخت اللي يستخدمه ربه بعدين يا ادم ما تقلقش صوت الحق هيعلى في النهاية مهما عالي صوت الظلم دلوقتي في الاخر صوت الحق هو اللي هيبان هو اللي هيعلى عشان كده انت لازم تهرب دلوقتي حالا انا مرتب لك كل حاجة مش فاضل غير انك انت تنفذ وبس
يلا يا ادم يلا. ما تبصش على حاجة، انا مرتب لك كل حاجة ما تقلقش. يلا قول يا ادم، قول كل اللي جواك. اسمي ادم امين عبد الحي، مواطن عادي واقل من العادي. اكبر حلم عندي ان اعيش مستور، وكل ذنبي اني انقذت بنت بلدي ومرضتش بالظلم. انا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي او يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت او مراتك او اختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي ثمن؟ انا عملت كده، عملت اللي المفروض يتعمل. بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف ما بقاش يتعمل. وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مدكور عن العمل، ويسري قرار الإيقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. ابقى هات عسكري دكر يحميك يا يا عجلة باشا. انت بتعمل ايه هنا هلا؟ يا بنت كنت بطمن عليك يا بنت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفيفة يا باشا؟ صفيفة ها؟ الهدوم ما جاتش على مقاسك. يا امك يا ابن الكلب، منعتك ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش نسيف الحديدي. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها ده انا ضيف عندك يا باشا، اللي اتأدب مش عايز. ها بلاش قلة أدب. أدب يا روح أمك، الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، إيه إحساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ أنت إيدك ناعمة كده ليه يا لا؟ يا صبرا كانت بترضعك صناعي ولا إيه؟ صبرا، فكرتني بصبرا. اخبارها ايه؟ تومك اسمها ايه؟ بعينك. على فكره ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك، لان امك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف ان الخلفه دي هتبقى وسخه كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا ده محتاج. يا انت بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك؟ انا اضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبرا. ابن صبرا ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده. ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبرا وحياة امك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا، خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ مبسوط؟
مبسوط؟ حياة أمك، أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبقى تجيب صحابك معك هنا، تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا، أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل، إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. أرجوك. شوية تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر. يلا. حلو. حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك من عندك. يلا. استحمى بقى. ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها. مبسوط؟ مبسوط يلا. ماشي. مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح، تفرق لو كنت جبت فوطة خضراء من صفرة زرقاء؟ تفرقش يا حبيبي. تفرق في الرجولة. في الرجولة، الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الله. ها؟ فين الرجولة ها؟ فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبر. يا أمك أنا هترك. اهدى شوية. اهدى كده، أنت حلو أموه. اهدى اهدى صحتك. اهدى يا بابا. اهدى حبيبي. اهدى يا بابا. اهدى شوية. اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي أقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكوا ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث؟ ولا انتوا مثلا بيبقى عندكم عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوه على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى، نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا، نسيت اقول لك حاجه. كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا بيه؟ وحياة امك من عندك. والاول مره في مصر عجز اختلط. ايه في الميه؟ رجالي وحريمي وبين البنين، الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص. منورة يا علي. منورة. ايه يا شاعر؟ فين ايه؟ ها؟ ها؟ ادم فين يا ولاد الكلب؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ما اعرفش ادم فين جاي؟ ادم جاي بس انا عندي مشكله، لازم افضيله مكان. انا هعمل اوكازيون، هيقول لي ادم فين هروح. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم، والله العظيم. ما تتكلمش. اسمك عاليه ها؟ المفروض الصوت واطيه. يا ام شعرك ده ها؟ أنا سبع رجالة بعض. يا شاعر والله العظيم ما أعرف، والله العظيم ما أعرف هو فين. والله ما أعرف. بقولك يا شاعر والله ما أعرف. والله ما أعرف هو فين. إيه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما أعرف هو فين. والله ما أعرف هو فين يا فندم. افتح المية. يا أم ما حد خارج من يا علي. عملي كده يا حيوان، بص عليك يا حيوان. يا حيوان يا شاعر، عكس
خالص. سامعني؟ ها؟ سامعني يا حاضر والله العظيم ما هنطق، والله ما هنطق. بقول لك يا شاعر، انت عايز منك خدمة. اتفضل يا فندم، اتفضل. انا عايزك تعمل فيها جميلة كده وانا برضه هشيلها لك. عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين. تكتب لي قصيدة نهاية آدم عبد الحي. بس انت كده تحتاج قلم ورقة. انا معايا قلم و استنى، لقيت قلم اهو. حرام يا كراميلا، حياة امك. والله يا فندم انا هخرج من هنا لما هتسترجل. حاضر حاضر، يبقى عمرك ما هتخرج يا ده. عايزك تسترجل يا فندم والله. انت عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين؟ اقسم بالله عارف. لو قلت لي ادم عبد الحي فين يا فندم انا لو عارف. انت كده راجل. حاضر نعرف لا مؤاخذه نكتب في بطاقتك ايه بدل ما الخانه فاضيه. ها سامعني؟ هتقول ولا لا؟ يا فندم انا يا فندم انت انا نفسي حد قال لك انت فين يا يا واطيه عالية عالية. حرام. أنا عايزك بقى تتجلى. حاضر. وتكتب بمزاج. والله العظيم أنا هكتب لحضرتك. بص يا حبيبي كده أنت بقيت في مارينا. حاضر يا فندم. ماشي مارينا معاك. حاضر يا فندم. ماشي. حاضر يا فندم. عايز نسوانك أجيب لك نسوان. والله العظيم هكتب لحضرتك. عايز عارفين الصوت ده؟ ها؟ يا جماعة حرام. لسه مختفي يا فندم لحد دلوقتي. ما شوفش وش اهلك انا لما اكون نانسي موجوده هنا. سامعني؟ اختفي. تمام يا فندم. مش هقولك ليه؟ اه اه اه
موتك انت هترتاحي. طب لما انت تموتي انا استفدت ايه؟ انا بقى هلاحق بس طريقتي هوريك الرجاله الصح. واني واني عمرك يا باشا. عايزك تظبط المزه احسن. بنت فاكره ان ادب عبد الحي 10 رجاله في بعض، مفهوم؟ لا 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 اما تخلص. لا تدخل صعب. لا 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 صباحيا مبارك عروسه. ها سطي طحي وين انت؟ مش بني ادم ممكن اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زيك ده يتقعد تبوس. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي لي مش عارف. لا اعرف. انا فخور بيك يا نانسي. فين بقى حبيبه عمو؟ عند امك. ولا اقولك تلاقي عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ليه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك! ده حتة صايع ارهابي معفن افعصه تحت جسمتي! يا بنت فوقي، انت بنت ناس، لا من مستواكي، ولا من بيتك، ولا من دينك! بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل، مش كده؟ ده راجل يا روح امك! انا مش قادر افهم انتوا ليه مش قادرين تفهموا يعني ايه نظام. ليه متصورين انكم ممكن تتحدوا النظام؟ انت عارفه اصلا يعني ايه نظام؟ شكلك كده مش عارفه. انا اقولك نظام يعني حاكم ومحكومين. السلطه والطاعة الحاكم والأمر الحاكم والقرار الحاكم. أما المحكومين بقى مش مطلوب منهم غير حاجتين، السمع والطاعة، لأن هم أصلا مش عارفين مصلحتهم فين. الوحيد اللي يعرف مصلحتهم هو الحاكم. انت عارف يا صابر ان انا خسرت كيلو النهارده؟ ما هو انت السبب في اللي احنا فيه ده؟ ما انت لو كنت ركزتي وانت بتخلفي كنت خلفت لنا عيل كويس، مش عيل معفن زي اللي اسمه ادم ده. مالها خلفه البنات؟ هم حلوين اهو. قول لهم تعالوا يجوا اتعلقوا يتعلقوا. انما الواد الوزير ده مش عايز يجي. بس هجيبه. ده كنت جبت امه. مش هجيبه؟ دي مره مش محترمه يا صبري. عشان ما عرفتيش تربيه. خلاص. خلصت كل اللي عندك يا بيه. بس انا بقى عايز اسالك سؤال. ترضى حد يعني في امك اللي بتعمله في ايه ده؟ لو امي خلفت ادم هجيبها هنا معلقه.
بعد الوقف
انت بتعمل ايه يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي اسمعني يا هشام كويس، لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته، تعال بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هممني الوقف ولا هممني الشغل كله ولا هممني حاجة. انا خلاص عرفت وزهقت، زهقت من الظلم والافتراء والوساخة، كرهت النفاق والمحسوبية، مليت من اننا كلنا شغالين زي خلية نحل عشان نخدم فرد واحد ونسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هممني جهاز امن الدولة ده كله. انا بس في حاجة محيراني وعايزكوا توضحوها لي، هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب آدم ولا آدم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب آدم يبقى جايب آدم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل إيه؟ إنه زهق وقرف من جهاز أمن الدولة وعايز يقدم استقالته. لا حاجة تغير. طب لو آدم اللي جايب هشام؟ بس آدم ما عملهاش. آدم أذكى من كده بكتير ولن يتخيل إن وجود هشام مدكور هيقدر يحميه مني. ما أنت لازم تفهموني برضه. مين جاي مع مين؟ أنا هو يا باشا، بين إيدين سعادتك، واللي أنت عايز تعمله فيا أعمله، بس بالله عليك مشي أمي وإخواتي، مشيهم كلهم، الناس دي ملهاش أي ذنب في أي حاجة، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه، أنا تحت أمرك. بص يا باشا، أنا إرهابي وقتلت وسرقت، انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياه اغلى حاجه عندك مشيهم، ملهمش ذنب في حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلتلي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ انا عمري هرجت يا شيخ مدكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه، ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ وبعدين يطلع على النيابه، وبعد كده يطلع المحكمه، والمحكمه بقى تحكم معاه، احنا مالناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟ ولا لا مؤاخذه يعني النفوذ والسلطه بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبه لكم مداس؟ هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب، مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ يا اخي ده انا ابن بلدك، ده انا مصري زي زيك، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها، انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟
هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومه بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط، احسن حاجه انكم ما تفهموش، لان كل ما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا. حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني، ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. انا فخور بيك يا شام، انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك يا ابني. انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك، تعد فلوس غيرك. وقول الحق ولو على الأبد، ما تخافش من أي حد، ما تطيش لأي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك أحسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الآخر خسرت الاثنين وتعيش في جحيم زي. خليك فاهم، اعمل الصح وقول الحق ولو غلطت.